بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم اليومي مطبخ تاني مع الشيف محمد فوزي مدة ساعة على الهواء مباشره ان شاء الله. النهارده عندنا تراث صعيدي 100%، عندنا الويكا، وعندنا النهارده العيش الشمسي، وعندنا كمان حاجه كمان كده هنحل بيها بقى، نخرج من الصعيد ونروح تاني كده على اوروبا، وان عندنا طبق اسمه مانجو ستريبانوف. مع بعض هنشوف الاول الويكا تعمل ازاي، وخطوات العيش الشمسي هنعملها تاني في الجزء التاني من الحلقه عشان محتاجه تركيز، ونوريكم شكله وطعمه بحكايه بصراحه يعني. مع بعض، اول حاجه في الويكا لازم اختار نوعيه باميه كبيره في الحجم. كل ما الباميه تكبر في الويكا كل ما تبقى كويسه. على فكره بنصحكم اي حد عنده ضغط، عنده كوليسترول، بنصحكم نصيحه، اي حد عنده ضغط عنده كوليسترول عالي ياكل باميه وهو مطمئن. كمان مفيده لمرضى السكر، ثلاث حاجات مفيده لمرضى السكر، مفيده لمرضى الضغط، مفيده لمرضى الكوليسترول العالي. بكلمكم بجد، الباميه غنيه جدا جدا بالالياف. تعالوا مع بعض نشوف مقادير الويكا عامله ازاي، وتبقى طبق سهل جدا بسيط مفيهوش طماطم خالص. مع بعض كده، الويكا عباره عن ايه؟ كيلو باميه حجم كبير قطعناه شرايح، ولتر بيون لحم او دجاج اللي هو الشوربه يعني سلقه اللحم او الدجاج، وتوم مفروم، وسمنه، وفلفل حامي حسب الرغبه، فلفل حامي حسب الرغبه، وملح وفلفل، وبصله مفرومه وكزبره ناشفه. وتعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي، سجلهم واكتبهم وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي. بصوا يا جماعه، اسهل حاجه ممكن تعمليها في البيت هي الويكا، طعمها حلو جدا. زمان كانوا في الصعيد بيجيبوا مفراك يعملوا كده ويفركوا الويكا ويخلوها يعني شويه كده محببه شويه. علشان التكنولوجيا وعلشان الدنيا اتقدمت شويه، خلاص ما عادش في مفراك، في دلوقتي حاجه اسمها بلندر، تنزل البلندر تخبطيه خبطتين تديكي الحجم او تديكي القطع الصغيره بتاعه الويكا مع المخاط بتاعها الجميل ده علشان تبقى مفيده جدا جدا. اول حاجه بنعملها هنا، بنجيب البيون اللي هو الشوربه يعني اللحمه او فراخ في حدود لتر تقريبا، ونجيب الباميه نقطعها على ثلاثه او على اربعه على حسب حجمها، وكل الباميه ما بتكون كبيره يكون افضل. انا جايب هنا، بص يا جماعه، جايب فلفل حراق وده اختياري وفرمه، واحط منه شويه هنا علشان تدي تيست للباميه اهو هنا عشان اللي ياكل الويكا يحس كده بيه بنتعش. مع بعض، اول حاجه خدنا البيون، ادينا له البصل بتاعه اهو، وادينا له فلفل حراق ممكن واحد نفرمه او نحطه سليم او زي ما انا فرمته كده احطه. بعد كده بجيب الباميه احطها هنا اهي بالراحه جدا، انزل كده اهو ادي الباميه، وهسيبها لغايه لما تغلي هنا. تغلي فين؟ تغلي مع البيون، وتنزل الالياف. ايوه، انت قلت حاجه قبل الالياف قبل كده، قلت المخاط. ايه المخاط ده؟ دي الالياف. عشان بس نقول للناس ان الباميه فيها نوعين من الالياف، فيها الياف بتدوب في الميه اللي هي بتسمى المخاط اللي انت شايفاه كده، اللي هي الماده اللزجه اللي فيها، وفيها الياف ما بتدوبش في الميه اللي هي البذور اللي فيها دي اللي بتفضل موجوده فيها دي، دي الياف بتدوبش في الميه. عشان كده بقول الباميه دي مهمه جدا 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 لمرضى الضغط والكوليسترول والسكر، بشرط ان كل ماده دهنيه قليله، بشرط انها ما تاخدش شوربه تكون دسمه، شوربه بط مثلا تحطيه في الثلاجه تشيل وشه ماشي علشان تبقى طعمها كويس ومفيده. بعد كده بنجيب شرط اساسي بقى عشان تبقى كويسه، بنجيب معلش 7 معالق سمنه بلدي، وناخد لها توم شويه حلوين كده، ونخلي التوم مع السمنه البلدي يبداوا الاثنين، التوم كده عندنا يبدا ان هو يصفر اسمها الطشه، اغطي بس هنا اسمها الطشه، هعمل الطشه زي ما بقول يعني، ونديها شويه كزبره ناشفه تيست كده ليها لغايه لما اصفر التوم علشان
ناخد منه ونحط عليه على الباميه. بعد الباميه ما بتغلي معانا وتستوي معانا بنجيب البلندر ونبدا ان احنا نضربها شويه علشان تدينا القوام اللي هو معروف بتاع الويكا، علشان تتقدم مع العيش الشمسي اللي هنعمله ان شاء الله. ويبقى النهارده حلقه النهارده كده حلقه فيها كده تراث صعيدي جميل ان شاء الله. يا مدام ايمان ازيك؟ يا شيف محمد. اهلا مدام ايمان، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. يا شيف محمد احنا عايزين حضرتك الحلقه تطول يا شيف محمد، احنا ما بنلحقش نجبر من حضرتك. ربنا يخليكي. لا والله الحلقه قصيره ليه يا شيف محمد كده؟ كانت الاول ساعه ونص. كانت الاول ساعه ونص عشان رمضان بس. رمضان. طب يعني اعتبرنا احنا في رمضان لسه. ربنا يخليك. احنا عايزين نشوفك على طول وفي كل وقت والله يا شيف محمد. ربنا يبارك فيك يا رب. بجد انت يعني علامه وعلامه بجد والله، بدون مجامله والله اقسم بالله. يعني ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا مدام ايمان، ما يرحمش منك يا رب. الله يخليك. عايزه من حضرتك بقى، عشان انا عندي النت فاصل، عايزه من حضرتك بس بعد ما اقفل تنزل لي مقادير البسيسه من حضرتك عشان متعودين. انا ما عملتهاش هنا بس اقول لك عليها. بس انا ما عنديش نت عشان اطلعها من على النت. علي حاضر، اقول لك عليها. حاضر دايما. حاجه ثانيه بقول لك يا شيخ، عايز اسلم على اصدقاء البرنامج عشان انا مش عارفه اسلم عليهم، عشان بقول لك عندي يعني التليفون الارقام اللي عليهم والله اتحرق كله يعني. سلم على اصدقاء البرنامج يا مدام ايمان. بسلم على مدام روحيه حبيبه قلبي، هي معايا موصلان يعني، بس الباقي بقى عايز اسلم عليهم. مدام كريمه ومدام هيام بقول لها الف سلام عليكي، ومدام ماجده ومدام عفاف بقول لها يا حبيبه قلبي شكرا على مواساتك ليا، وام جوزيف عشان امبارح والله كلمتني وقالت لي انا مش عارفه ادخل للشيف محمد فوزي. ليه؟ انا بقول لها مش عارفه، قلت لي امبارح كان التليفون مشغول مشغول مشغول. جاهز عشان تفوتات كتير بس امبارح بس. بسلم عليها وبسلم على مدام ليلى لو هي تسمعني حبيبه قلبي، وبسلم على وصفه البرنامج وعسل اميره اللي بتسمع بنسمع صوتها كده بنتفائل. الله يخليكي، مشكورك جدا جدا. واحنا برضو بنشكرك على تحياتك لاصدقاء البرنامج، والف سلام عليكي يا مدام هيام، واهلا بيكي يا مدام ايمان. ونغطي عندنا الويكند، سيبها تغلي معانا علشان بعد كده هنضربها بالبلندر ضربتين ونشوف شكلها عامل ازاي. لكن مضطرين نطلع فاصل صغير قد كده ونرجع تاني ان شاء الله نستكمل حلقتنا بعد الفاصل. اهلا بيكم، رجعنا لكم قبل الفاصل. كان معانا الويكا سبع النار تغلي معانا لغايه لما بعد كده نضربها عندنا شويه من غير مفرك بالبلندر شويه كده لغايه لما تديني القوام بتاعها، ونغرفها ان شاء الله ونظبط ملحها وفلفلها ونقدمها مع العيش الشمسي. يا مدام هاله، شايفه العيش الشمسي عامل ازاي كده؟ خمر معانا ازاي؟ مدام هاله ازيك؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ اهلا يا مدام هاله، اهلا بيك. اهلا بيك. والله انا مبسوطه جدا اني بكلم حضرتك. الله يخليك، ربنا يبارك فيك، اشكرك. معلش بقى انا هطلب منك طلب استكمالا لمخللات امبارح. اتفضلي استكمال عينيا بس كده. انا يعني في حاجه بقى محدش هيقولها لي غيرك. البصل مخلل؟ لا. امال ايه؟ السيمون في مين؟ عايزه منه ايه؟ عايزه اعرف لما اجيب سمكه سلمون. أيوة. اعملها ازاي سيمون في مين؟ بس كده؟ انت كده هتخليني اعمله لك عملي. ربنا يخليك، اصل هو ايه السعر بقى في السمك خلاص. ما هو كمان السمك السلمون الفريش الكيلو النهارده ب 175 جنيه. 195 لو سمحت. لا انا جايب اخر مره 175 لو كنت عامل شان السمك. طب هو غالي طبعا، غالي 20 جنيه. ماشي، فالنهارده لما بالسمكه بتصفي 50% قولي مثلا او 40% بعد ما تشيل الجلد تصفي 50%. لما تصفي 50% يبقى يقف الكيلو ب 350 جنيه معقول. لكن الكيلو فعلا، الكيلو فعلا اللي هو السيمون فاميه مولع فعلا. عندك حق، عندك حق. حاضر، من عندي قبل عندي نعمل لكم حلقه نجيب ترانش سمك سيمون، قصدي فريش سلمون، ونخلله قدام حضراتكم يتخلل. ايوه، ونعمله كمان عند قدام حضراتكم ندخنه من عندي قبل عندي. طلباتكم كلها اوامر. يا مدام روحيه ازيك؟ صباح الخير يا شيخ محمد. اخبارك يا مدام روحيه عامله ايه؟ الحمد لله يا بابا، ربنا يخليك يا رب. اهلا بيك يا مدام روحيه. انت يعني رجحتنا للزمن الجميل. شفتي بقى ايه رايك؟ زمن اهالينا الحلوه. شفتي بقى ايه رايك بقى؟
الباميه الويكه. كنت اشوف ماما الله يرحمها والدتي كانت تعمل الباميه، كنا نيجي من المدرسه من اول الشارع نشم ريحتها. شفت 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 يا رب تشم ريحتها دلوقتي وهي طالعه عندي عندنا دلوقتي. شم ريحتها ولا لا؟ يا شيخ من التلفزيون يا شيخ محمد. بالهنا والشفا، اهلا بيك يا منوره وحيه. بجد والله يا شيخ محمد تسلم ايديك، تسلم ايديك ألف بيك. مليون مره. الله يخليك، ربنا يخليك يا منوره. ربنا يخليك يا رب، ربنا يبارك لك، تسلم ايدك. عمرين يا منوره وحيه. وبقول لإيمان متشكرين قوي على سؤالك لينا وعلى حبايبي بتوع التلفزيون، البركه برضو في ربنا وفي شيخ محمد. البركه في الله يا فندم، ربنا يبارك فيك. الحبايب كلها الله يبارك فيك، اشكرك جدا يا فندم، شكرا يا منوره وحيه، شكرا جزيلا يا فندم. بصوا معايا، مش هنزل دلوقتي بخطوات، بس بصوا معايا، انا جبت ثلاث ارباع كوبايه شعير، لو مش عندك شعير حط دقيق عادي، مع ثلاث ارباع كوبايه دقيق عادي جدا. يبقى ثلاث ارباع كوبايه دقيق شعير، لو مش عندك شعير حط دقيق عادي جدا. ولو عندك دي اللي هو بتاع استخراج 82 اللي هو بتاع العيش البلدي حط كوبايه كامله. لو مش عندك حط نص كوبايه دقيق شعير مع نص كوبايه دقيق ابيض، نخلطهم مع بعض، نديهم شويه ملح صغيرين جدا اهو كده، وبعدين نديهم ميه كده اهو، ونغطيهم لمده 6 ساعات. ما انا عارف الموضوع هنا شويه بياخد وقت، وشويه انا عارف ان هو يعني ممكن حضراتكم تقولوا ايه الخطوات دي كلها، لكن في النهايه بتاكلي حاجه ولا اجمل ولا احلى من كده. بعد كده بعد بالظبط 6 ساعات بيكون شكله عامل كده خطوه خطوه. ماشي، شكله عامل كده. شوف الشكل، القوام عامل ازاي، اختلف ازاي. فايه هنا حصل للدقيق، عملت تخمر ذاتي خطوه خطوه. حصل الدقيق عملية تخمر ذاتي، الله ينور، تخمر ذاتي. بص اهو هجيبه لك هنا اهو، بص عامل ازاي. شوف دي عامل ازاي، بص الله ينور، هو دي، ايوه هي دي عملية تخمر ذاتي اهو، حلو قوي. هناخد ده كده وده نغطيه مكانه، نسيبه عشان ان شاء الله نعمله برده ما نرميش حاجه. كده تمام تمام. بعد كده هناخد عندنا 3/4 كوبايه ميه على النار، نديهم 3/4 كوباية دقيق، ونعمل حاجة زي عجينة الشو. نرفع على النار كده اهو، حاجة زي عجينة الشو، شايفين ازاي اهو؟ عملنا حاجة زي عجينة الشو بالظبط، بس ارفع شوية علشان هنا استوت، احط شوية ميه صغيرين عليهم. تاني اهو، اعمل حاجة زي ايه؟ زي عجينة الشو بالظبط، اللي هو الدقيق بتاع عجينة الشو. خلاص كده؟ يبقى كده المرحلة التانية. أول مرحلة عندنا خدنا كوباية دقيق عادي، اديناها شويه ملح وشويه ميه، وحطيناها غطيناها 6 ساعات، او نص كوبايه شعير مع نص كوبايه دي، اديناها شويه ميه وحطيناها شويه ملح وسبناها 6 ساعات. عملنا عجينه زي عجينه الشوي، هناخدها كان على جنب. بعد كده يا مدام حنان هناخد معلقه دقيق شعير، معلقه دقيق قمح، مع معلقه خميره. يا مدام حنان لو سمحت يا شيخ، هو الفطير اللي حضرتك عملته ينفع بالسمنه عادي ولا لازم زبده؟ ايه ده؟ الفطير، عشان اتصلت بحضرتك كذا مره على تليفونك، حضرتك بتكنسل وما بترضاش ترد. تليفون الشخصي؟ التلفزيون بس. لحظه، التليفون الشخصي؟ حضرتك ما بترضاش ترد عليه. هو شخصي. انا استفزتني امبارح لما قلت واحده صحيت حضرتك من النوم، حضرتك ما بترضاش ترد على التليفون. انت صحيتيني من النوم ولا حد تاني؟ لا مش انا، انت حضرتك ما بتردش على التليفون خالص، يا يعني بتكنسل يا خلاص ما بتردش. طب ما انا رديت على ما رديت على المدام اللي هي صحتني من النوم. والله العظيم ما بترد عليا يا شيخ ابدا خالص، يا بتكنسل يا ما انا ما اعرفكيش، ما انا ما اعرفكيش اكيد، في ايديا شغلانه اكيد. لا انت عارف ان انا متابعاك وكلمتك مره وسالتك سؤالين، حضرتك رديت على سؤال والسؤال الثاني قلت لي انت زعلانه، انت عايزه كرسي. طب بس لحظه بس، انت حضرتك زعلانه مني ان انا ما بردش على التليفون الخاص؟ طب دي تليفون خاص حضرتك، ما تزعليش مني يعني، ممكن اكون نايم، ممكن اكون مثلا في مستشفى. لا بتصل بيك في اوقات متفرقه والله العظيم. طيب ممكن يكون عندي شغل في مصنعي، ممكن يكون اي حاجه يعني اكيد، لكن اكيد لو انا فاضي برد، بدليل برد على ناس كتير. النهارده اتصل بيا حد اسمه الحاج صلاح، ما كنتش فاضي، كنسلت عليه مرتين ثلاثه، وهو ضرب عليا ثالث مره بقول له ما تزعلش مني حاج صلاح، ضرب قلت له ارجوك لو سمحت اقفل دلوقتي انا مش فاضي اكلمك، واتصلت بيه بعدها بساعه، واللي هو لو سمعني يقول لكم كده. فانا لما اكون انا يعني لما اكون عندي وقت برد، ما عنديش وقت اعذروني، انا بشر وليا بيتي وليا اسرتي وليا حياتي وليا شغلي وليا كل حاجه. الحاجة التانية كمان، بس لحظة فتح عشان الناس تزعل الموضوع ده. الحاجة التانية إن البرنامج هنا التليفونات بتاعي الوصول ليها سهل جدا جدا. فالنهاردة حضرتك لو أنا هرد على 25 تليفون يوميا بيجوني، تمام كده؟
اذا برنامج مش هجيله تليفونات، ده رقم واحد. رقم اثنين والمهم جدا جدا، ان بيجيلي احيانا في اوقات انا ما بردش عليها، ما اعرفش ارد عليكم، فاعذروني سامحوني يعني، سامحوا اسمه خاص. حطينا معلقه دقيق مع معلقه دقيق شعير مع معلقه خميره او معلقتين دقيق عادي جدا، معلقه خميره واديهم شويه ملح صغيرين جدا يا مدام امين مدام نبيله، واديهم شويه ملح. السلام عليكم دي. يا شيخ مدام نبيله ازيك، اخبارك ايه؟ الله يخليك يا شيف، ربنا يعليك ويخليك لينا. الله يخليك يا استاذ، كلك ذوق وكل حاجاتك حلوه، ربنا يبارك فيك يا رب. حضرتك عمرك ما بتاثر مع كل اي حاله من الحالات، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ما تفهمش منك ابدا يا رب. شكرا، ربنا يعليك ويخليك لينا كمان وكمان. الله يخليك يا مدام نبيل، ربنا شكرا لذوقك يا شيف. وانا مش عايزه حاجه، انا بس بشكرك على الحاجات الجميله اللي بتعملها. الله اشكرك، ربنا يبارك فيك يا رب، ما تفهمش منك ابدا يا رب. شكرا جزيلا، شكرا. يا مدام فايزه ازيك؟ الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام مدام فايزه، اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي مدام فايزه. معلش انا اتصلت بحضرتك امبارح وكلمت سالت على الطحينه، هي بس اللي وصلت لك السؤال نسيت تقول لك ان انا اوريدي كنت فتحاها، يعني انا فتحتها واستخدمت منها على مدار 10 ايام، وبعد ال 10 ايام لقيت ريحتها مش حلوه. في الثلاجه؟ في الثلاجه. ولا يجرى حاجه، ولا يجرحك، هي كل ممكن تحصل في التلاجة تنشف منك بس، تنشف. ما دابتش في المية عشان كده رميتها. تنشف منك، تنشف، لكن ريحتها تبقى كويسة. لا ريحتها ما كانتش كويسة. لا تترمي، تترمي فورا، يبقى دي في حاجة حضرتك. بس أنا بقول لحضرتك يا مدام فايزة، يا مدام فايزة، أي حاجة هنفتحها لازم نقفلها، اي حاجه افتحها اخد منها لازم اقفلها. انا قلت بعد كده احط، ممكن احط معلقه زيت على سطح البرطمان. ممكن، ممكن جدا، صح برضه، صح 100%. صح 100%، ما انت عندك الحلول اهي، بسم الله ما شاء الله. طب انا قلت اسال حضرتك الاول. لا صح. طب هي مدتها ايه في الثلاجه؟ شهر شهرين ثلاثه عادي جدا، طول ما هي مقفوله وعليها معلقه زيت مفيش مشكله خالص. طيب اوكي، تحت امرك، متشكره جدا حضرتك. تحت امرك، متشكره، مع السلامه. مع السلامه. بعد ما خدنا دي المرحله الثالثه، بعد ما خدنا معلقه دقيق شعير مع معلقه دقيق قمح عادي جدا، معلقه خميره، رشه ملح اهي، بعديها بالظبط بساعتين شكلها عامل كده. الله، حلو قوي. هاخد دي احطها على دي. ايه رايكم؟ يبقى كده عملنا كام مرحله؟ ثلاث مراحل. اول مرحله عندنا خدنا نص كيلو، نص كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من الدقيق القمح، ونص كوبايه من الدقيق الشعير. مفيش دقيق شعير، خدنا كوبايه كامله دي القمح، اديناها عندنا كوبايه ميه ماشي، وعملناهم روب وسبناه متغطي لمده 6 ساعات. بعد كده المرحله الثانيه اخدنا نص كوبايه من الدقيق اهو، على نص تلات اربع كوبايات دقيق، على تلات اربع كوبايه ميه، عملناهم زي الشو. اي رقم ثلاثه، اخدنا معلقه من الدقيق الشعير، معلقه من الدقيق القمح، معلقه خميره، رشه ملح، اديناهم ميه، خمرت معانا بعد ساعتين، قلبناهم مع بعض. المرحله الرابعه، حد يقول ايه كل المراحل دي يا شيف؟ ما انت وجعت دماغنا. لا والله العظيم، بس هتاكله في النهايه حاجه زي الفل. ناخد ده كده اهو، وبعدين احط معاه ده كده اهو، واحط معاه كمان دي كده، واحط معاهم بعد كده نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق، يبقى انا كده عملت ايه؟ لميت كل المراحل، اربع مراحل مع بعض كده. المرحلة الأولانية اللي هي كوباية دقيق خليط ما بين دقيق الشعير ودقيق القمح، خليط، اديناهم كوباية مية، سيبناهم 6 ساعات متغطي أو قبلها بيوم بره التلاجة. المرحلة التانية أخدت تلات أربع كوباية دقيق، حطيتهم على النار مع تلات أربع كوباية مية، عملت عجينة زي عجينة الشو. المرحلة التالتة أخدت معلقة دقيق شعير، معلقة دقيق قمح، معلقة خميرة، رشة ملح، اديناهم مية، غطيناهم ساعتين، خمرت معانا الخميرة. خدنا كل المراحل دي حطينا عليها نص كيلو دقيق. نبدأ نعجن، احتاجت مية نديها مية. بصوا كده معايا اهو، واحدة واحدة اهو، تحتاج مية نديها مية. بعد ما تديها مية لازم نسيبها تخمر تاني في حدود ساعتين. شكلها كده يا أستاذ حسام. ألو أستاذ حسام، أهلا بيك أستاذ حسام. يا شيخ اهلا بيك يا استاذ حسام، اهلا بيك، اتفضل. عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، بخير والله الحمد لله، اهلا بيك. عايز اعرف طريقه عمل البيتزا.
عينيا يا حسام. حاجه تانية يا حبيبي؟ بشكرك يا حسام على اتصالك، هقول لك على البيتزا. حاضر عينيا، حاضر. زي ما انتم شايفين كده العجن لو احتاجت مني ميه بديها ميه، ويستحسن تكون ميه دافيه، يستحسن تكون ميه دافيه. اهو اخد دي مع دي كده واديها ميه دافيه، يفضل تكون ميه دافيه كده، وانزل واعمل عجينه واحطها واغطيها لمده ساعتين. العجينه هنا يفضل انها تتلت. يعني تتلت يعني العجينه بصوا تبقى طريه شويه. باخدها احطها في بوله، تترى شوية عن كده، واخدها احطها في بولة واسيبها تخمر لمدة ساعتين. ما انا عندي خميرة خمرانة قبل كده ساعتين، وعندي عجينة موجودة قبلها من غير خميرة سبتها لمدة 6 ساعات، فده كله يعتبر تخمير ذاتي. ليه؟ بعد كده بعد العجينة كده بطلعها، بصوا اتلتت اهي العجينة اهي، باخدها بعد كده وابدا احطها هنا. شوف عامله ازاي العجينه اهي، هو ده القوام بتاعها اللي عايزكم حضرتك تشوفوه. بعد كده باخد العجينه ديت احطها في قلب بوله واسيبها يا ايمن لغايه لما تخمر بعد ما اغطيها ساعتين. ايمن ازاي؟ اخبارك ايه يا ايمن؟ عامل ايه؟ كويس. انت كويس؟ لو سمحت انا عاوز اعرف منك طريقه الشيش طاووق. الشيش طاووق؟ انت كيف ايمن اكل بصراحه؟ انت ايمن بتاكل كويس ولا ما بتاكلش كويس؟ لا باكل. يعني انت بتخلي ماما تعمل لك الاكل دوت؟ زي الفل يا ايمن، هقول لك على الشيش طاووق ان شاء الله. عينيا حاضر. عينيا يا ايمن حاضر. بشكرك جدا يا ايمن على اتصالك. بعد كده زي ما انتم شايفين كده بناخد الكلام ده ونبدا ان احنا نغطيه اهو، ونسيبه لمده ساعتين لغايه لما يوصل معانا للحجم ده. نغطيه كده ونسيبه لمده ساعتين لغايه لما يوصل معانا الحجم ده. شايفين ازاي؟ اهو العجينه خمرانه في منتهى الجمال، ريحتها حلوه. اجيب بعد كده رده على دقيق وابدا اخد العجينه دي، ايديا فيها ميه بس كده، وهقول لكم هنعمل ايه. بصوا لي كده واحده واحده. ايديا فيها ميه كده، واقوم واخد حته عجين كده اهو، وابدا اخدها كده. شايفين ازاي؟ واخدها هنا تاني، واحده تانية كده. شايفين ازاي؟ كده احطها هنا، واحده ثالثه. يا فتحي، استاذ فتحي ازيك؟ ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك يا استاذ فتحي، اهلا بيك. أنا شيف. وات بس اتفضل. عايز طريقة الكب كيك. عينيا حبيبي، عينيا حاضر. حاجة تانية؟ شكرا، بشكرك جدا على اتصالك. بمية أبدأ أعمل كده، بمية إيديا فيها مية أبدأ أعمل كده. ماشي؟ أسيب الخمير دوت أو العجين ده في الشمس لمدة ساعتين. بمية أعمل كده واسيبه في الشمس لمدة ايه؟ لمدة ساعتين. شايفين ازاي؟ بعد ساعتين بقى يخمر معايا كده بالشكل ده. ده بتاع نخيل، ده بتاع نخيل. بقوم جايب او سكينة لو عندك، بقوم جايب كده بعد ما خمر وابدأ، بصوا كمان اخرمه كده وابدأ الف الصاج بالشكل ده، والفرن يكون محقق معايا 190 او 200 درجه مئويه، وابدا ادخل الكلام ده فين؟ الفرن، عشان لما نرجع ننزل تاني بالتفاصيل بتاعته ومقاديره تاني. ندخله الفرن ونطلع الفاصل الصغير بتاعنا القد كده ونرجع تاني عشان نستكمل حلقتنا بعد الفاصل. We'll be right back.
سلام بقى لما ناخد البتاو ده كده الشمسي ده اسف وناكله بقى بالويكا او بالملوخيه مع شويه بتنجان مخلل اللي احنا خلينا امبارح جيب بطرمان ماشي كده، ونبص في الفرن كده عشان نشوف احنا يا ترى عملناه زي ما هتيجي تشوف الصوره كده ولا لا. نبص في الفرن تاني نشوف يا ترى احنا عملناه زي ما الصور زي ما كده هتشوفوه كده. عندنا جايبين صور كده لناس عاملينه وفاردينه في الشمس وشايفينه ازاي. اه طلع معانا اب اهوت، وان شاء الله يطلع معاكم بالظبط زي كده. احنا عاملين ده قبل الهوا وده ان شاء الله يطلع معاكم كده تشوفوه. تعالوا مع بعض نشوف كده الصور اللي احنا جبناها من التراث الصعيدي عامله ازاي، ونرجع تاني ان شاء الله نتكلم عليه بالتفصيل. زي ما انتم شايفين كده اهو، اخذت العيش فردته في الشمس اهو، في ايوه زي ما انتم شايفين كده، في حاجات من الخوص هم معمول مخصوص لكده، وفي ناس بتشتغل فيه وبتتاجر فيه ومكسبه حلو جدا. ماشي، اخر صوره دي كده خلاص هو كده خمر معانا وبدا وشقوه، خلاص بدا يشقوه بتاعه النخيل، وبعد كده هدخلوه الفرن ويطلع معاكم ولا اجمل ولا احلى من كده. يا رب دايما متهنيين مبسوطين في احسن صحه واحسن حال. اسمه الزمن الجميل، عارفين الزمن الجميل هو ده في النهايه خالص. شكرا جدا. بصوا يا جماعه، بعد ما عملنا كده تعالى بقى نحلي. طب المخرج بيقول لي ما ترينا واحده اشوف من جوه عامله ازاي. بس خلاص كده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل دلوقتي مانجو ريمانوف. مانجو ريمانوف هعمله دلوقتي، بس هننزل بمقادير قبل ما ننزل بيه، هننزل بمقادير القش الشمسي. القش الشمسي اتعمل معانا على اربع مراحل. المرحله الاولانيه في القش الشمسي بتقول، المرحله الاولى نص كوب دقيق شعير ونص كوب دقيق عادي، رشه ملح وكوبايه ميه سخنه على درجه حراره 50. هنسيب الكلام ده نعجنه ونخمره في حمام ميه او نسيبه عادي في درجه حراره 40 في الشمس لمده 6 ساعات. حلو كده؟ ماشي. بعد كده المرحله الاولى اهي. المرحله الثانيه بنجيب 3 ارباع كوبايه دقيق مع 3 ارباع كوبايه ميه، نعملهم على رشه ملح، نعملهم زي عجينه الشو على النار. نحطهم على النار زي عجينه الشو. المرحله الثالثه بنجيب معلقه دقيق ومعلقه دقيق شعير، مفيش يبقى معلقتين دقيق عاديه جدا، ونص معلقه خميره ويفضل البلدي، ونديهم نص كوبايه ميه دافيه ورشه ملح، ونغطيهم لمده ساعتين تخمر معانا. المرحله الرابعه ماشي، ان احنا بناخد كل المكونات ديت نديها نص كيلو دقيق ابيض عادي جدا، ونعجنها، ونحتاج احتاجت نديها ميه، وبعد كده نسيبه يخمر لمده بالظبط، نتركه يخمر لمده ساعتين مش نص ساعه، يخمر لمده تاني ساعتين، هنصلحها تاني، يخمر لمده تاني ساعتين، اتنين ساعه ماشي، من واحد لاتنين ساعه يعني، ونقطعه، وبعد كده نعمله بالميه من فوق ونرش تحت رده، ونسيبه يخمر تاني في الشمس لمده ساعتين ونقدمه. نشوف كده اخبار الدنيا عندنا ايه؟ اهو نلف كده. انا عايز اقول لكم ولا اجمل ولا احلى من كده عيش. نشوف اللي فوق. بسم الله ما شاء الله. اهو طلع معانا اهو. ونسيبه ان شاء الله اخر الحلقه برضه نوريه لكم طالع شكله عامل ازاي. تعالوا مع بعض نشوف عندنا مانجو ريمانوف. مانجو ريمانوف عباره عن كريم شانتيه، مرنج، عباره عن مرنج، احنا قلنا المرنج قبل كده بتعمل ازاي، ومانجو سكر بودره وكريمه خفق ومانجو قطع وعصير مانجو. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. ادي يا جماعه المانجا قطع، وضع عصير المانجا، وادي المانجا اهي قدام حضراتكم. هناخد مرنج نبدا نكسره بالشكل ده كده، وناخد جزء من المانجا القطعة دي نحطها هنا زي ما انتم شايفين كده، وناخد شوية عصير مانجا من غير مية خالص ضربناها كده بالبلندر اهو، وناخد كريم شانتيه كريمة خفق اهي، وانا شغال كده بجاوب الاول على الشيش طاووق. الشيش طاووق بنجيب وراك الدجاج ريمانوف ما نزلتش بيه لسه. طيب انزل بالريمانوف. طيب ماشي انزل بالريمانوف.
اهو كده كده، ونجيب تاني ادي المرنج نكسره كده اهو، ونجيب ادي الكريمه ادي المانجا القطع. عايز اقول لكم تحفه تحفه، حاجه يعني يعني زي ما اقول كده تاخدك لبعيد شويه. ننزل تاني بالكريمه، شويه عصير مانجا فوقهم كده، انزل تاني بالمرنج، بجيب الوراك الدجاج نديها زبادي مستردة، شويه توم صغيرين جدا، زعتر، بعد كده ملح وفلفل، وبعد كده سيبها تتبل معلقه زيت، سيبها تتبل، وبعد كده ابدا اخدها في طاسه او في فرن او على الشوايه ومعاها زي الفل. اما المافن هجاوب عليه حالا دلوقتي، نيجي برده ناخد تاني اهو كده بالشكل ده، اخد شويه كمان هنا اهو بالشكل ده كده، ثلاث ارباع كوبايه زيت، ثلاث ارباع كوبايه حليب، كوبايه ونص سكر، كوبايتين ونص دقيق، بيضتين، معلقه بيكنج باودر. اضرب كل الكلام ده مع بعضه وحطه في القالب بتاعك 220 درجه مئويه او 200 لمده 12 دقيقه، يطلع معاك ولا احلى ولا اجمل من كده مافن كده. بعد كده بنجيب عندنا شويه هنا كده من ده من المانجا اهي، نثبت بالكريمه كده، بالشكل ده. بعد كده بجيب هنا برضو مانجا احطها كده قطع، ارصها كده بالشكل ده كده قدام حضراتكم اهو، ويفضل المانجا تكون نوعيه جيده وما تكونش طريه اهو بالشكل ده. وناخد دي كده فوق كده، ونجيب شوية عصير مانجا، نبدأ إن احنا طبق سهل جدا بسيط ما فيهوش أي حاجة خالص، بس هتاكل حاجة زي ما قلنا كده هتوديك اللي بعيد شوية، وهو ده اللي احنا عايزينه. ماشي، انزل بقى بريمانوف نشوف مقاديره ايه يا فتحي بعد إذنك. مانجو ريمانوف قلنا ها نزل عبارة عن مرنج وسكر بودرة وكريمة خفق، مرنج سكر بودرة كريمة خفق، وعندنا كمان مانجو قطع وعصير مانجا وكده عندنا ريمانوف. ده خلاص كده اهو العيش الشمس طلع معانا اهو التاني، الله ينور يا فتحي 100 100 تسلم. وكله قدام حضراتكم، مش جايبين حاجه مخبيينها لا كده ولا كده، علشان تعرفوا ان مطبخ تن مع الشيف محمد فوزي كله قدام حضراتكم، كله بتشوفوه، مفيش حاجه مدريه، كل حاجه قدام حضراتكم زي ما انتم شايفينها كده بتطلع من الفرن. بنجهز طبعا شويه قبل الهواء علشان ماشي، علشان يبقى نكتر الكميه، وعشان اي ظروف مش هكدب عليكم اي طوارئ تحصل، الفرن يفصل، يحصل اي حاجه، لكن والله بجد بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقدم كل حاجه زي ما انتم شايفينها كده. ادي البتنجان المخلل اهو اللي احنا خليناه امبارح، انا ممكن اكل منه النهارده عادي جدا اهو. انا على فكره عارف بقول ايه، سماع صوت البرطمان، ايه رايك؟ ماشي، ناخد كده اهو، شفت بقى؟ بص يا فتحي من الاحمر ازاي، بص يا فتحي هو ده اللي احنا بنقول احمر اه احمر اه، بص كده اه بالهنا والشفا عشان الناس تاكل الويكه معاه اهو.
بألف هنا وشفا للي هياكل. اطفي بس البوتاجاز ده اهو. ألف هنا وشفا اللي هياكل اهو بالهنا والشفا. شوية بتنجان، شوية بتنجان. ايه عايز اقول لكم حكاية اهم. مربع الذهبي، عيش، عيش شمسي، ويكا بتنجان مخلل مثلث، انا مسميه مثلث الذهبي، ماشي. في الاكل تاكلوه دايما متهنيين مبسوطين في احسن صحه واحسن حال. وكمان نحلي بحاجه كده بقى تاخدنا لبعيد، ماشي. دخلنا على الصعيد ورحنا تاني على اوروبا كده عشان نقدم حاجات تعجبكم ان شاء الله. ورب دايما نكون عند حظنكم، نقدم كل ما هو مفيد وجديد. واي سؤال بتالي جاوبت عليها يا اميره ولا لا؟ ولا في حاجه ما جاوبتش عليها؟ اميره جاوبت على كل حاجه ولا لا؟ ايش عامل ازاي من تحت يا جماعه؟ اهو. طيب الله ينور، 100 100. تسلموا لي، شكرا، نلاقيكم على خير دائما على تلفزيون 10، برنامج 10، مطبخ 10 مع الشيف محمد فوزي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بكره اجازه يوم الثلاث، في حلقه مسجله بس فيها اصناف انتم محتاجينها، فعش مش مسجله، لا احنا بنسجل حلقه مش بنعيد، ماشي. نلاقيكم على خير ان شاء الله في نفس الميعاد قبل كده بساعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh.